بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ حصتنا اليوم بمادة التربية الإسلامية، واليوم حديثنا عن بر الوالدين. بر الوالدين، وصانا الإسلام ببر الوالدين يا زينب. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. وهذا أمر من الله تعالى ببر الوالدين والإحسان إليهما. فالأم هي التي حملتني في بطنها 9 أشهر، هي التي تحملت الآلام من أجلي وهي سعيدة، هي التي ترعاني، هي التي تهتم بي، صح يا زينب؟ فأمك يا زينب هي وصية الله سبحانه وتعالى لك الرسول. وهناك مقولة أيضا تقول الجنة تحت أقدام الأمهات، يعني إذا أردنا الجنة أن نلتزم أقدام أمهاتنا. جاء صحابي إلى الرسول، هذا واحد صديق الرسول صحابي، قال له يا رسول الله أريد أن أذهب إلى الجهاد، فقال أحي أبواك، يعني أبوك وأمك هما الاثنين على قيد الحياة عايشي؟ قال نعم. قال ففيهما جاهد، يعني هذا الجهاد في سبيل الله أفضل أم الجهاد عند الأب والأم؟ الرسول اختار له أن يجاهد عند أبيه وأمه، أن يجلس على راحة أبيه وأمه. وأيضا يا زينب الأب هو الذي يعمل ليل نهار من أجل توفير كل ما نحتاجه له. الأب هو مصدر العطف والحنان، وهو الخيمة التي تظللنا يا زينب. الله سبحانه وتعالى أمرنا ببرهما، حتى كلمة أف أف هذه كلمة بسيطة، ما يصير إن احنا نقولها لبابا وماما، ما يصير. الواجب علي تجاه أبي وأمي أن أطيع أبي وأمي، أن أطيعهما، أن أبرهما، أن أحسن إليهما، عدم الرفع صوت عليهما. ما أرفع صوتي على بابا وماما زينب، ما يصير ان احنا نرفع صوتنا على بابا وماما، ما يصير ان احنا نتكلم معهم بصوت عالي. عندما يدخل ابي وانا جالس فانني اقف احتراما لابي. اوكي زينب. الام اسمع كلامها، اطيعها في اساعدها في كل ما تحتاجه، لان الجنه عند اقدام الامهات، الجنه عند رضا الاب والام. حتى عندما أبي وأمي يكبرون في السن، عدم يا زينب، عدم البخل عليهما حتى بالكلمة، عدم رفع الصوت عليهما. عندما يكبر أبي وأمي فإنني أدعو لهما، أطيعهما، أبرهما، أزورهما. زيارة الأب والأم عند الكبر في السن معاملتهما أجمل معاملة، لأن الجنة تحت أقدامهما يا زينب. أيضا جاء صحابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كرر الأم 3 مرات، وهذا يدل على منزلة الأم العظيمة عندنا، وهذا يدل على منزلة الأم العظيمة في الإسلام. قال أم، قال ثم من؟ قال أبوك، قال أبوك. وهذا يدل على أن نحترم الوالدين، أن نطيعهما، أن نحسن إليهما. حتى جاء صحابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أمي مشركة بالله، أبرها؟ قال نعم برها، نطيع الوالدين في جميع الأمور ما عدا شيء واحد فقط. ما هو هذا الشيء؟ عند الإشراك بالله، عند الشرك بالله. وفي زماننا الحمد لله نجد أن أبونا مسلم، والدتنا مسلمة الحمد لله، فهما يعينانك يا زينب على طاعة الله، يعينانك يا زينب على الدراسة، يعينانك في حياتك العملية، فإنهما يساعدانك في كل شيء. فيجب علينا احترام الأب والأم، يجب علينا طاعتهما يا زينب. ماذا يجب علينا تجاه الوالدين يا زينب؟ ماذا يجب علينا؟ احترام أمي. أحسنتي. ها؟ اسمع كلام أمي. أحسنتي. حلو. بعد؟
مساعدة أمي في أعمال البيت، في المطبخ، صح؟ أحسنتي. الذي لا يسمع كلام أباه وأمه أين يذهب؟ نار. إلى النار، جزاؤه النار. إنما الذي يطيع أباه وأمه فإنه جزاؤه الجنة، جزاؤه جنة. الجنة. فالكثير من الأحاديث النبوية الشريفة والآيات القرآنية أمرتنا ببر الوالدين والإحسان إليهما، لأن بر الوالدين هو الطريق إلى الجنة. بر الوالدين الطريق إلى جنة. سوف ندعو لأبانا وأمنا، سوف ندعو لهما، سوف نحترمهما، سوف نقدم لهما كل ما يحتاجونه منا، كل ما يطلبونه منا. أوكي زينب؟ أوكي إن شاء الله.